فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، تأخير الشفعة لأجل حبس أو مرض أو صغر مدة طويلة أليس فيه ضرر إذا كان محتاجا إلى ذلك؟ لكنه لعذر، والضرر يكون على الشفيع. لو منعته من الشفعة الضرر على الشفيع هنا، فينطبق عليه قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. لماذا تنظر إلى الضرر على المشتري ولا تنظر إلى الضرر على الشفيع؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.